احنا عايزين نتكلم على نادي الزمالك. عايز اقول لجماهير نادي الزمالك اولا مبروك ان انتوا خدتوا كل البطولات اللي موجوده السنه دي، سواء الكوره، الباسكت، الهاند بول، الطايره. ودي فرحه لجماهير الزمالك ما حصلتش قبل كده ان انت بتاخد كل البطولات. ولكن انا اللي شايفه بعد كده انتقاد جامد جدا للكوره. يعني انتقاد، يعني انت بتتكلم في الدوري هو اقوى بطوله في على المستوى المحلي. ان انت بتاخد بطل الدوري، بقالنا فتره ما خدناش البطوله، النهارده حققت البطوله، وحققت البطوله في ظل كان في مجلس في الفتره اللي فاتت برئاسه المستشار مرتضى، ومشي المجلس، جيت بعد دي لجنه، وبعد اللجنه كانت برئاسه المستشار عماد عبد العزيز، وبعدين جت اللجنه برئاسه الكابتن حسين لبيب. يمكن ما كانش ليا دور كبير في الفتره بين اللجنه اللي فاتت. ما كانش ليا دور اللي هو عماد عبد العزيز، ما كانش ليك دور في الكوره. ما كانش ليا دور، ان هم يعني كان هم طبعا ما عندهمش خبره، كان بيدوروها بطريقه تانية. لكن اللجنه دي طبعا حسين لبيب لعيب طبعا دولي ولاعيب عظيم وفي تاريخ مصر، وراجل احترف بره وسافر طبعًا. ومعانا وكفاءه اداريه كبيره طبعا جداً. طبعا وده نظم كاس العالم كاس العالم لكره اليد، يعني مفيش ارقى من كده مستواها. تعاملنا معاهم، الناس بتتعامل بشكل احترافي عالي جدا، وهدوء وتركيز في الكلام، والورقه والقلم هم اللي شغالين. فانا عجبني الطريقه بتاعتهم الشغل، وعشان كده انا الفتره اللي فاتت كنت مفرغ نفسي تماما للنادي. يعني ما كانش عندي اي حاجه تشغلني، حتى شغلي الخاص انا كل دماغي بقت مع النادي. وكنا بنتكلم وبقول وجهه نظري ورايي، وبصراحه يعني كنت الناس بتاخد بالراي يا كابتن. طبعا كابتن حسين لبيب وكابتن حسين السيد، الاثنين كانوا في منتهى يعني على في التفاهم والانسجام في العمل، وده يبقى اهم حاجه. ان انت بنقعد نتكلم، مفيش بقى خلافات، مفيش حتى لو واحد ليه وجهه نظر، بنقعد نقرب وجهات النظر لغايه ما بنوصل لحاجه فيها مصلحه النادي. ودي حاجه طبيعيه ان يكون في خلاف ساعات. وده ويمكن احنا قعدنا، انا وانت وكابتن حسين وكابتن حسين لبيب، قعدنا معاك قعده وقعدنا اتكلمنا، وانت حسيت بدي. وسياده اللواء، البنك الاهلي طبعا، وسياده اللواء اشرف، وكنا قاعدين وكنا عشان موضوع كريم بامبو بالظبط، وكنا قاعدين قعده حسيت ان احنا بنتكلم، ما حدش بقى بيقول في اتجاه واحد بالظبط، ما فيش حد بيقول حاجه يعني تخليك تخرج عن الموضوع. وبدانا نشتغل بشيء انا بحب الورقه والقلم، اكتب وحسين لبيب كده وحسين السيد كده، فبنقعد نكتب اللي احنا عايزينه. اشتغلنا، كان كل هدفنا الدوري. يعني كل حاجه الفوز ببطوله الدوري، ببطوله الدوري. وانا طبعا من بشكر اللعيبه، لعيبه نادي الزمالك كانوا رجاله وكانوا جدعان وكانوا تحملوا المسؤوليه والصعوبات اللي كانت موجوده في النادي والمشاكل اللي كانت موجوده في النادي الماديه، لكن اللعيبه كانت رجاله. كان عندهم هدف بيشتغلوا عليه، مركزين فيه كله، وطموح اللعيبه كمان الصغيرين اللي عايزين يلعبوا حاله، وجاي مدرب بقى له فتره بعد وبعدين رجع تاني للنادي. فاللعيبه كمان هو عارف اللعيبه، اللعيبه عايزه اللي كان بتلعبه ايامه قبليه قبل ما يجي، ما كانوا وعايزين يثبتوا وجودهم في الفرقه مع كارتيرون. وانا شفت الـ 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 الشكل العام للنادي، ان كل النادي من اول اللجنه، وطبعا انا بشكر اللجنه، يعني اللجنه لو كانت قاعده فاضل لها شهر شهر ونص ولا شهرين لازم الواحد يشكر لها. ان اللجنه دي اشتغلت في ظروف صعبه يا كابتن فاروق. طبعا جدا طبعا.